صحيفة ليكيب الفرنسية ذائعة والصيت تفتح ملف اللاعبين مزدوجي الجنسية مجدداً، وتكشف عن حقائق صادمة وأمور مثيرة تتعلق بطريقة تعامل الإعلامي الفرنسي خاصة والشعب الفرنسي على العموم مع اللاعبين ذو الأصول العربية الذين يمثلون أو مثلوا سابقا المنتخب الفرنسي، وخاصة اللاعبين الفرانكو جزائريين على غرار زين الدين زيدان وكريم بنزيما. الملف الذي استند على تصريحات لنجوم كبار على غرار بنزيما كشف أن أنصار المنتخب الفرنسي لديهم توجه غريب، إذا سجل لاعب مزدوج الجنسية فهو فرنسي، وإذا مر جانبا أو حدثت مشكلة فهو عربي. كما أضاف الملف أن اللاعبين ذو الأصول العربية عليهم بذل مجهودات مضاعفة من أجل نيل الثناء، كما ينصحهم وكلاء الأعمال بالتريث في اختيار المنتخب الذي سيمثلونه لأن قيمة المنتخب الفرنسي أكبر. لكن حسب صحيفة ليكيب فقد تلقى مدرب ودياكا ديدييه ديشان صدمة كبيرة عندما اختار ريان أيت نوري تمثيل الجزائر. قضية مزدوجي الجنسية كثيرا ما طفت إلى السطح وتوضح خبث الفرنسيين في طريقة تعاملهم مع اللاعبين ذو الأصول العربية. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.